لو كنت بسيطا جدا وفقيرا جدا وقالوا لك اقتل وسنعطيك ثروة، ها؟ اقتل وستأخذ ثروة. اي ثروة يا رجل؟ أبيع الآخرة والدنيا مقابل ثروة؟ سترفع شأنك. اي شأن لقاتل؟ يبدو انك لم تتعلم الدين جيدا، لم تستمع للقرآن في المساجد ولم تحفظ بعضه. كانت المعدة تشغلني. أي معدة يا رجل؟ إن دخولك المسجد واستماعك للقرآن والوعظ يرير طريقك. على أي حال ستسمع في هذه الرحلة ما يجعلك تحرص على حضور هذه المجالس بعد ذلك، ثم إنك ستحج، ستصبح الحاج عمران. الحاج عمران؟ نعم، وهذا من رضائه جل وعلا علينا أن ينعم علينا بالحج. رغم أننا نحج على نفقة غيرنا؟ سمعت هذا، سمعت إن لنا أجرا رغم أننا نحج على نفقة أبي الحارث، فلنا أجر حاج وله مثله. متى ننفرد به؟ سوف ننفرد به فلا تقلق. الدين دين وسط، لا إفراط ولا تفريط، والمتشدد مفرط. الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم المتنطعون. والمتنطع في اللغة يعني المتعمق، وتعني المغالي في الأمر، المتشدد فيه. في حديث الأحنف بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. والمتنطعون هنا تعني المتجاوزين للحد في التشدد، وهذا وارد في أكثر من حديث شريف، لأن الدين وسط نعمل فيه لدنيانا كأننا نعيش أبدا، ونعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا، ودعوانا فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تفرط ولا تغالي على نفسك وعلى الناس، إلزم الحدود واعلم أنه لا ضرر ولا ضرار. المتشدد يؤذي الناس ويضرهم ويؤذي نفسه. التشدد ليس من الدين، وبخاصة إذا كان المتشدد متنطعا يريد أن يفرض على الناس رأيه. هل وصلت إلى معلمها؟ نعم يا مولاتي. هل أبلغته رغبتي؟ يقول إنه علمها كيف تستحوذ على الرجل فلا يفلت، وكيف أهلها أن تحكم الدولة كلها. هكذا؟ إنها طموحة يا مولاتي، متطلعة جدا، لن تقلع أبدا، فبينها وبين الدولة نفسها ثأر. ما هو؟ إنهم يا مولاتي لا يكشفون أوراقهم بسهولة. ادفعي له. لعلنا نصل إلى حل أفضل، فالرجل متعاطف جدا مع تلميذته. وما هو الحل الأفضل؟ إن أخاك مولاي الهيثم قريب جدا من الخليفة، رغم أن الخليفة مرفوض من كثيرين. قولي ما تريدين دون تعليقات. يستطيع مولاي الهيثم أن يوعز للخليفة أن عند مولاي عبد الرحمن جارية نادرة. وبعد؟ ليس هناك بعد، سيراها الخليفة ويستولي عليها حتى لو كانت أقبح الجواري. وماذا يفعل الخليفة بجارية قبيحة؟ إن الخليفة يا مولاتي يحب أن يحرم من حولهم مما يسعدهم. أترين أن هذا يفيد؟ ستصبح القثارة للخليفة ما إن يرها أو يسمع عنها، حتى يستولي عليها ليحرم مولاي منها. ألا نتخلص منها بطريقة غير هذه؟
هذه أفضل طريقة يا مولاتي. سأرسل إليه وأطلب منه أن يعيز للخليفة بهذا. ومن ناحية أخرى نحاول إغراء مولاي عبد الرحمن وجذبه إلينا. كيف؟ كيف يا سمية؟ أولاً نرسل إلى مولاي الهيثم، ثم ندرس كيف نستميل مولاي عبد الرحمن إلينا. كنا نتحدث عن التشدد والدين يسر. إنك مأمور أن تفعل ما تطيق، إعمالاً لقوله جل ثناؤه: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وهنا قد تجد أن بوسعك قراءة البقرة في ركعة، افعل إن لم تكن إماماً. أما إذا كنت إماماً فعليك أن تراعي قدرة المأموم خلفك. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل قرأ السور الطوال وهو إمام: أفتان أنت؟ لم يخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. لا يريد أن يشق علينا، ففي الأثر: افعلوا ما تطيقون فلن يمل الله حتى تملوا. هذا في العبادات. نعم، وحديثنا كله عن العبادات. والذين يحاولون أن يفرضوا على الناس رأيهم لم يفهموا قوله جل ثناؤه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. إن الدعوة للدين لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة. صباح الخير. كم بقي من النهار؟ القليل، وعليك أن تنتبهي وتستعدي، فبعد سويعة سيعود الأمير. الأمير؟ ولماذا خرج؟ دمشق كلها قلقة، وليس البيت الأموي فقط. وهل كفوا عن القلق أبدا؟ تصرفات الخليفة الوليد بن يزيد أثارت الأمويين وجعلتهم يتوقعون تمردا من المدرية جند الشام. إن هذا الخليفة محب للانتقام، كبير النزوات. يقولون إنه يفرق بين الرجل وجاريته ليتخذها لنفسه. سيء السيرة، وإن كان لا يجوز لنا الحديث في مثل هذا. إن حمامك معد. كيف استيقظ مولاك؟ مفتونا كالعهد به. هل تتابعين ما أمرتك به لتعرفي ممن معه، إن كان قد زار جواريه الأخريات أم لا، وهل مكث كثيرا عند هذه أو تلك؟ أتابع هذا. هل أرسل للنخاس من جديد؟ لا. يجب أن أعرف كل شيء عنه حتى أحدد إن كنت أغير أسلوبي معه أم لا. ما زلت متمكنة منه، وما زال يلقي بأمواله تحت قدميك حتى أصبحت من أكثر الجواري ثراء. غيرة هي؟ لا، لكن أريد أن أعرف كيف تصلين إلى هذا. كان هذا من أهم ما سألت عنه المعلم وتعلمته منه. فلقد ولدت في بيت فقير جدا، مسكين أبي، لولا عطف الليث بن سعد علي لمات جوعا.
أين يقيم الحرافيش؟ لا نعرف مكانهم جميعاً، فهذا سرهم، لكن قادتهم يقيمون في قصر الجن نهاراً ويعيثون فساداً في حارات الفسطاط ليلاً، وبخاصة في مثلث الحارات. أريد أن أهاجم الحرافيش. لا ينصح بهذا أحد، فالناس ضدنا، وبالتالي سيتعاونون معهم. هذا رأيك؟ هذا رأيي ورأي كل من تعرض للحرافيش، إن الناس تساعدهم لأنهم ضدنا. إن الحرافيش شوكة في ظهري، إما أن أهاجمهم أو أتفق معهم. اتفق معهم. هل يمكن هذا؟ نعم، ولكن هذا سيكلفكم مالا. أدفع؟ نعم، أنا أدفع للحرافيش؟ هذا إذا أردت أن يستمعوا إليك وينفذ أمرك. اشتري كبيرهم. فمن كبيرهم؟ قاسم، وإن كان يحب دائما أن يدفع بواحد أو أكثر في الواجهة ويحركه هو. ومن هو الذي في الواجهة الآن؟ أو من هما؟ إبراهيم أبو المخطوفة هو الواجهة، وهو رجل موتور عنيف، كثيراً ما يدفع العنف للاعتداء علينا لمجرد حب الضرب، يضرب في الخصر تماماً. هاته لي. يسير ومعه قاسم. هاته وحده. ولكن قلت هاته وحده، هل هذا واضح؟ واضح يا سيدي، ولكن قاسم سيغضب. وهذا ما أريده، الغضب، التعارك، التطاحن فيما بينهم وبين أنصارهم. لن نستطيع أن نقضي على الحرافيش إلا بزرع الفتنة فيما بينهم. نقرب هذا فنثير ذاك، نعطي 100 ثم نشيع أننا أعطينا 1000، وبهذا نزرع الحقد فيما بينهم، فيختلفون ويتقاتلون، وبهذا نتخلص منهم جميعا. ما الذي يشغل مولاي؟ الوليد بن يزيد. مولاي الخليفة؟ نعم، لا أدري كيف علم بأمرك، لابد أن له عيونا في قصوري. علم بأمري أنا؟ لقد طلب مني أن أهديك له. ويلي، أيبعدني عنك وأنت حياتي ونبض قلبي؟ لا تخاف يا قيثارة، لقد أخبرته أنك مريضة بمرض معدن حتى أبعده عنك. خيرا فعلت، فأنا لا أطيق البعد عنك. المشكلة يا قيثارة أنني متأكد أن له جواسيس في قصوري، ولهذا فأنا أطلب منك أن تتظاهري بالمرض. أتظاهر به فورا. ولكن هذا يتطلب منك أن تلزمي غرفتك وأن يزورك طبيب حتى يبدو المظهر مصدقا لما أخبرته به، إلى أن ينسى الأمر أو أجد أنا حلا آخر. وهل ينسى؟ لا أعتقد أن الوليد سيظل خليفة مدة طويلة، سيجبر على ترك الخلافة أو يقتل، فبنو أمية كلهم ضده،
لا حاجة لنا بمثلي. ماذا قلت؟ أقول لا حاجة لك بمثلي، فيجب أن تكون مع الجانب الأقوى مع بقية أهلك. معك حق يا قيثارة، لقد ضقنا به ذرعا والناس جميعا يكرهونا، فقد أغضب كل القبائل. لننسى الخليفة والخلافة، فالليل لنا وقد جعل الليل لغسيل هموم النهار وتجديد الأحاسيس. عسى أمرك. شطت النوى بلبنى وصدت عنك من تصنع، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى وصدت عنك من تصنع، فما أنا إن بانت لبينا بهاجع إذا ما استقلت بالنيام المضاجع، فما أنا إن بانت لبينا بهاجع إذا ما استقلت بالنيام المضاجع. يا قلب يا قلب خبرني، آه يا قلب يا قلب خبرني. حتى إذا دجا لي الليل هزتني إليك المضاجع. يا قلب يا قلب خبرني، يا قلب يا قلب خبرني. طلبها اليوم من الخليفة، طلب الجارية من مولاك عبد الرحمن وادعى بأنها مريضة وما بها من مرض. كذب يا سمية كذب. يمكن أن ينفضح كذبه ويكتشف الخليفة أن المقال زور، وأن الجارية موفورة الصحة، وأن ما قاله الأمير محاولة لعدم إهدائها إلى الخليفة. يثور الوليد ويغضب، إنه حاد المزاج ومتقلب، وربما أخذها قصرا، وربما قتلها انتقاما من مولاي الأمير. أنت لا تعرفين كم هو مفتون بنفسه ويهوى أن تصير كل نساء الأرض له. هذا كثير يا مولاتي. يقولون لا هم له إلا النساء ومناصبة بني قرابته العداء. إذن فليعرف الخليفة بأمر الجارية التي يدعي سيدها مرضها، لأنه يرى أنها أكبر من أن تهدى إلى الخليفة. هذا الكلام سم قاتل، ولكن كيف يصل إلى الوليد؟ يحمله من وسوس له بأمر القيثارة. الهيثم؟
ويطلب منه أن يضيف للقصة ما يزيدها ضراوة وفتكا بمن نريد. فيما تفكرين؟ أحاول أن أجد ما يغري الهيثم ليعجل بتنفيذ المطلب أيضا. سيعجل، إنه يبحث عن وسائل يقترب بها من الخليفة، إنه من ألصق الناس به، ويوم يذبح هذا الوليد سيكون مولاي الهيثم أول من يذبح بعده. ماذا تقولين يا جارية؟ إن مولاي الوليد ارتكب حماقات لم يرتكبها خليفة من قبل، لذلك أشك في أن يتركه من آذاه من أهله. وماذا فعل الهيثم لينهاله غضب الغاضبين؟ أليس من مستشاري الوليد المقربين؟ ألم يكن صاحب الأفكار المجنونة التي ارتكبها الخليفة؟ إن فساد الوليد من فساد مستشاريه. مالي وللوليد، أنا أحدث عن جارية، لكني سأخبر الهيثم بأن يحذر من أن يقع في دوامات الصراع الأموي. مولاي أبا الحارث، لقد خيمنا ولا زال النهار منيرا. معنا امرأة أرهقت. بإذنك يا مولاي. ما له ولهذا؟ إن عمله تنفيذ ما يقال له. تقول سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إنه كان يسير في السوق فداس على ثوب أحد الجالسين فصاح صاحب الثوب: هل أنت أعمى؟ فرد عمر: لا، لكن من حول الخليفة كادوا أن يتحرشوا بالرجل لأنه سب أمير المؤمنين، فما كان من عمر إلا أن دافع عن الرجل قائلا: لقد سألني هل أنت أعمى؟ فأجبته بلا، وليس في هذا ما يدعو للغضب. السؤال بسيط والإجابة بسيطة. درس في الحلم، درس في مكارم الأخلاق تعلمه في مدرسة النبوة. والآن يا عبد الله، هل تسأل أم عائشة إن كانت المرهقة بخير أم في حاجة إلى دواء نعده لها؟ سار القافلة مع عمران. أنا مرهق. عمران، تعال يا عمران. إلى أين يا أبا الحارث؟ سنبحث في الصحراء عن نبات معين سنحتاجه لعلاج مريض. إنه يعرف ما أرسلت له، يعرف اتفاق ابن رفاعة معي، ويعطيني الفرصة اختبارا لي. لماذا أنت قلق يا عمران؟ أفكر في أمري بعد الحج. اتق الله يجعل لك مخرجا. لا عليك، فهذا وحده يكفي للدلالة على أنك إنسان ذو ضمير. الليث أمامنا، هيا ننفذ المهمة. أبا الحارث، أرني جرحك، اعتمد عليه حتى نصل إلى المخيم.
لقد جرحت وأنت تدافع عني، وإن شاء الله تعالج وتعود صحيحا بريئا من كل عيب. أرهقكم. هاتوا بعض الماء الدافئ نطهر جرحه. لحظات، أحضر ما جئت به معي لمداواة مثل هذه الجروح. إن بعض الحرافيش خلفنا وقد هاجمونا. ماذا؟ الحرافيش جاءوا من الفسطاط خلفنا؟ إنهم يحاولون قتل مولاي أبي الحارث. لماذا؟ ابن رفاعة يدفع لهم النقود لهذا. لقد كتبت للخليفة بأمر إحراقه لدار أبي الحارث وطالبته بخلعه. الخليفة قد يذهب بين عشية وضحاها، فالأخبار جاءت بأن الأمويين ينقمون عليه. ينقمون على من؟ ينقمون على الخليفة. أرجو ألا تتطور نقمتهم لفتنة أكبر من الخلافات القائمة بين القبائل هناك، وأن يستطيع محو الخلافات ويعيد للأمة وحدتها. لا أظنه قادرا على ذلك. ستكون بخير إن شاء الله. لا أعتقد ذلك، لأن اليمانية وهم أكثر جند الشام ضد الخليفة حاليا. إنما أحدث عمران. إن عمران يقول إن ابن رفاعة أرسل بعض الحرافيش خلفك. ظن، وبعض الظن إثم. أعرف واحدا فيهم تقاضى نقودا من ابن رفاعة لقتلك. أيشهد بهذا؟ لا أريد شهادة ولا شهودا، فابن رفاعة صاحب ولائنا ونحن بنو عمومة. لماذا تتركه وهو مذنب؟ الله جل جلاله هو الحكم يا عبد الله، ورضا الله جل جلاله غايتنا، ولا نريد أن نغضبه وقد أمر بأن نصل الرحم لا أن نقطعها. أنت لا تغضب لنفسك أبدا، ولكنك تغضب للناس، وابن رفاعة قد زاد وأفاض. ألم تكتب للخليفة فيه؟ وقد سألونا وأيدنا ما كتبت لأنه حق. فنعسكر هنا لأني مرهق. لقد زلت قدمي قبل أن أرميه بسهم ووقعت على حجر. لقد كانت لنا مع الليث معركة كبيرة. ماذا وأنا مصاب؟ هاجمناه كلنا، لكنه تفوق علينا جميعا. لقد قتل عمران معه وأخذ سيوفنا، لكننا أصبناه. عن عقيل، عن شيوخه، عن أبي محمد جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رويت هذا الحديث عن عقيل، عن شيوخه، عن أنس بن مالك.
نعرف فضل صلة الرحم وإثم قاطعها، لكن ابن رفاعة أسرف على نفسه. لا نسرف على أنفسنا باتهامه بدون دليل، وهو بموقعه الذي يشغله من أولي الأمر. أنت لا تريد أن تبحث هذا الأمر؟ نعم. إذن فلنتذاكر. بل تسمعني من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نقرأها إن شاء الله، ولكن لماذا اخترت الرحمن كبداية ولم تختر غيرها؟ لأن السورة إعلام بنعم الله الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه وفيض نعمه، ولأن السورة ذات نسق خاص، وفيها آية تتكرر بإيقاع مذهل تتحدى إن كان إنس أو جن يملك أن يكذب بآلاء الله. ابدأ واروي القلوب بها. يا حرافيش، لقد أرسل إلي هرثمة. هرثمة؟ هرثمة؟ نعم، قال لي إنه يريد أن يحل السلام بينه وبين الحرافيش، وإنه سوف يدفع لنا مبلغا من المال بصفة دورية. نعم. ماذا تقول يا إبراهيم؟ ولماذا يرسل لك أنت بالذات؟ ولماذا لا يرسل لي؟ لأنك جديل على عالمنا، دخلته بسبب وتحيا معنا هنا لنفس السبب، وأعتقد أنك سوف تغادرنا وتعود لسابق عهدك. أنت لست الحرفوش الكامل، فكيف يحاول هرثمة أن يجعل منك كبيرانا؟ أنا لا أحاول أن أكون كبيركم، إنه يضعك فوقنا باتفاقه معك. والوالي المنتظر يحاول السيطرة على الحرافيش ويجعل هذا الفلاح كبيرهم. أرأيت يا إبراهيم؟ إنهم لا يريدونك أن تكون متحدثا رسميا باسمهم. ولا أريد أنا أيضا. إذن انسى هرثمة وما قال. لك ما تريد يا قاسم. كيف؟ كيف ننسى هذا يا قاسم؟ كيف؟ وقد عرض هرثمة أن يدفع لنا مالا بصفة دورية. كيف؟ ألم يعرض هذا؟ بلى عرض هذا. إذن أنا معك من أجل المال. لا لا، أنا لست معه. ولا أنا. أنا مع المال. هذا الرجل معي ومع المال. أنا مع المال. وهذا الرجل مع المال. إنها معركة كبرى تدور في أطلال قصر الجن بين الحرافيش. هذا ما أردته بالضبط، لأنك لو أردت أن تجعل هذا كبيرا عليهم، وبخاصة إذا لم يكن كفئا لها، فإن بذلك تثير فتنة، لأن كل الموجودين يعتبر نفسه أحق بها، لذا يتقاتلون. نعم، وسيستمر قتالهم ويشتد بأسهم، ثم تضعف قوتهم طالما أنت على موقفك. ألا يتفقون ويكفون عن قتالهم؟ لا، منذ اليوم سيصبحون حزبين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يتفتتون أكثر ويصبحون أحزابا، ثم تضرب كلا على حدة. إن كنت ذكيا ستستغل كل من سيعرض خدماته على أن توظفه في المكان المناسب، ودع الحرافيش تتكفل ببعضها البعض. ألا أعرف يا أمي إن كان مريضا أو معافى؟
إذا كان سيعيش أو سيموت. وما صلتنا به؟ أليس رفيق سفر؟ ليست هناك وسيلة لهذا إلا بسؤال أبيك. أتسألينه يا أمي؟ سيشفى بإذن الله رغم أنه محموم. إذن سنتوقف حتى يصح؟ يوماً أو يومين، ولكن هذا هو الرجل الذي ترجوه ابنتك؟ أظن هذا مرفوض، لا يصلح. لماذا؟ إنه يبدو شجاعاً. أتعرفين صناعته؟ أتعرف ابنتك؟ ومن أين لنا أن نعرف؟ متسول، شحاذ. ماذا؟ أشهر شحاذ في الفسطاط، لأنه مضحك، يضحك الناس ويغني لهم ويرقص لكي يعطوه، ومنذ حادثة ابنة إبراهيم إيزيس تحرفش. ولكنه الآن معكم. وهل هذا يغير من الأمر شيئا؟ إن الشحاذة والتسول أمران مرفوضان وليس من الدين، وبخاصة بالنسبة لرجل قوي متين مثله يصلح لأن يجر محراثا في الحقل. أعجبها شكله، طفلة في حجم كبير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لأرى الرجل فيعجبني شكله فأسأل عن عمله، فإن وجدته بلا عمل سقط من نظري. ألا يمكن أن يحترف حرفة فينصلح حاله؟ يا أم عائشة، إن الشحاذ رجل كسول لا يريد أن يعمل، إنما يحب أن يعيش عالة على الآخرين، كسول بطبعه، فكيف يعمل في مثل هذه السن؟ شحاذ، متسول، مضحك حرفوش. أنا أحب رجلا كهذا. ويلك يا قلب وويلي معك. لن أترك المكان له، ستكون بيننا جولة أخرى، أقسم أن أعيده للمكان الذي جاء منه. على أحدنا أن يترك قصر الجن، فالقصر لا يتسع لنا معا. وليعلم أنه من الآن سيستقل كل منا بمجموعته في ناحية. لماذا؟ يجب أن نتجنب الصدام، لا ينبغي أن يتقاتل الحرافيش. يا إبراهيم، في الفسطاط أماكن صدقاتها أكثر من الأخرى، بل إن فيها أماكن تحتاج للصدقة. أنا لا أحب أسلوب العيش من التسول. سنعمل. وماذا نعمل؟ حمالين في الأسواق، سقايين في البيوت، مؤكد سنجد أعمالا لنا. هل معنى هذا أن نترك لهم قلب الفسطاط؟ إن قصور أثرياء الفسطاط في القلب منها، وهم الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات. أرأيت فقيراً يدفع أجراً لخادم؟ يجب أن تسعى يا إبراهيم من أجل أن تجلسا معاً وتقسم الحارات بيننا. سأفعل ذلك بعد أن أستريح. سأرسلك إليه لتخبره بأننا نترك له المنطقة الجنوبية، ليكن له كل ما وراء المسجد الجامع ولا يتعدى تلك المنطقة إلى غيرها. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان أولا. فاسق من قال كذبا وادعى بغير حق، فاسق من رمى المسلمين والمسلمات بالتهم الباطلة. كلمة فاسق كلمة كبيرة.
إنك إن اتهمت فلانا بكذا وفلانا بكذا فإنك تفسد العلاقة الاجتماعية، ثم إنك تشوه صورة الرجل وصورة الناس جميعا من حوله، إذ إن الفساد لا يظهر إلا في أرض خصبة. إذا قلت إن فلانا لص أصبح فاسقا؟ هل هو لص حقا؟ وهل معك شاهد ثان حتى يقام عليه الحد؟ أي مخالفة لهذا تعني أنت فاسق. وإن قلت إن فلانا كذا؟ أسوأ القول، فلا بد أن يكون معك 4 شهود أو اعتراف، وإلا فستجلد ويقام عليك الحد. رمي المحصنات بهذا الأمر خطير بالنسبة لشرفهن وبالنسبة للمجتمع ككل، فمثل هذه الإشاعة تهز الثقة في عفة النساء، فتجعل الظن بأن الفاحشة تسود دائما، وهذا خطر شديد على الأمة. والمصر على هذا القول يقام عليه الحد، والحد ليس عقوبة فقط وإنما تشهير حتى يعرف الناس أنه كذاب. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد أن المؤمن لا يكذب. ولقد جاء أحدهم إلى عمر بن الخطاب قائلا: لقد رأيت فلانا وفلانة خلف الشجرة. ضربه عمر بمقرعته وقال: ألا سترت عليهما؟ أيطلب منه الصمت؟ يا عبد الله، لا شهادة في هذا الأمر إلا 4 شهود، والذي تحدث كان واحدا، وكان الحديث بينه وبين الخليفة فقط. إذن الشهادة لا تجوز. الدين الإسلامي شديد جدا في هذه النقطة، لا بد من 4 شهود بالنسبة للإفك. في القتل يطلب شاهدان، أما الإفك فأربعة. أربعة لماذا؟ لأن الإكثار من هذه الإشاعة يجعل الفاحشة تشيع، فالناس ستظن أن القيم انهارت نتيجة لترديد مثل هذه الإشاعات. يقول الحق جل شأنه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحياناً أجد بنفسي رغبة في أن أخرج ما في جوفي. هذه علامات معروفة. وليست لي رغبة في الأكل. وماذا أيضاً؟ لا أستطيع أن أقف على قدمي، فالغرفة تدور بي. أبشروا، أبشروا جميعاً، هذه بدايات حمل. الحمل هكذا؟ نعم، أحياناً هكذا. سأعرف الجارية بما تفعله، وسأعلمها كيف تعد لسيدتها ما تأكله. طعامها من اليوم وحتى تنتهي هذه الوعكة فاكهة وطيور ومرق. تفضل. ولكن خبرني أيها الطبيب، هل ستطول هذه الفترة؟ تختلف من واحدة لأخرى. تفضل. يجب أن يظل نديا ليعتقد أني ما زلت أبكي خشية البعد عنه. صادق في كل وعد.